دلال بونجور. جينا هلو، كيفك اليوم؟ صباح وانت. اليوم عنا وصفتين. ايه، ومبارح كنا سوا وعملنا وصفه كثير مهضومه باللقطين. صح، بتعرفي ما في خبرك شو اجاني عليها عبر الانستغرام. كثير 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 عملوها بزيت النهار وبعثوا لي انه كانت كثير طيبه. انا بقول لهم ثانك يو، وبينقصنا افكار للقطين. وبتعرفي عثوا لي وقت نقول لقطين حنطلع على الشوربه اللي معودين عليها. سو لا، اليوم امبارح عملنا هيك يخنه بسيطه وسهله. هلا اذا بقى عندنا وقت بنرجع بنعيد الوصفه، لانه اجاني كثير ما لحقت ومدري شو، بقى بنرجع بنعيدها لنعطي فكره. هلا بما انه نحن هلا بموسم اللقطين، وبما انه مثل ما هيك عبالنا ندوي ونخبر المشاهدين انه اللقطين مش بس شوربه يلي نحن معودين عليها ويلي كل ست بيت معوده عليها. انا حتى بعمل تارت لقطين، بعمل معكروني على لقطين مثل عملنا امبارح، يخني على لقطين، العديد من الوصفات. بقى اليوم بعدنا باجواء اللقطين، بما انه جبت امبارح وحده كثير كبيره بتضاين بتضاين. وكمان بدي هيك بين هلالين ضوي واقول قبل ما نبلش وصفتين من اللقطين لليوم، خبر المشاهدين انه مثل ما قلت امبارح، اذا جبت اللقطين بتعرفي اوقات ما بنلاقي صغير، بنلاقي حجم كبير. كثير مهم قشرها، بقطعها لمكعبات، بضعها بكيس وبدخلها على الفريزر. واليوم بدي اقول انه انا بحطهم لمده شهر، اثنين ثلاثه اربعه، ما بصير لهم شيء ابدا. بشيلهم من الفريزر بس نخبر، ولا بحطهم بالفرن ولا بحطهم بالمايكرويف، لان بيجيني كثير هالسؤال كمان. بحطهم بمصفايه او ان تمبيراتور امبيونت، يعني بحطهم بالمطبخ بمصفايه لمده ساعه اثنين ثلاثه ليزول الثلج عنهم، وساعتها بشتغلهم فيها، اطحنهم هيك. بيجيني كثير اوقات انه اذا حطينا اللقطين بالفريزر بيعبي مي، قد ما عبى مي تينا، اذا حطيناه بمصفايه وصفيناه كثير منيح عن تمبيراتور امبيونت. واهم شيء بضلني اقول انه ولا بالفرن، يعني في ناس بيفتكروا انه دغري من الفريزر للمايكروويف، ابدا ولا الفرن، بدنا نصفيه كثير منيح، من بعد ما نصفيه نشتغل فيه. أوكي. هلا انا اليوم بما انه كان عندي لقطين اشتغلت فيها امبارح طازه، شو عملت؟ جبت لقطين صغيره، قطعتها اثنين يلي هون عم نشوفها، عم يشوفوها المشاهدين، فرغت الداخل تبعها، يعني ما عملت شيء، جبتها قطعتها فرغت، تركتها نيه تينا، ضفت لها شويه من الملح، شويه من بهار الابيض، شويه من زيت الزيتون. واليوم بدي اقول انه حتى تركت القشره تبعها، شو عملت؟ حميت الفرن وبدي ادخل وصفتي على الفرن. اليوم شو هي وصفتي لخبر المشاهدين؟ اليوم بدي اعمل خلطه من الكينوا مع شويه من السبانخ، شويه من الفطر حنحكي عنهم، بدنا نضيف لهم بهارات طيبه. بدي اشوي اللقطين بقلب الفرن، بدي اشيلهم من الفرن، بدي غطي وصفتي بالطحينه مع الحامض. لكن اول شيء قبل ما يدهمنا الوقت ونكون عم بحكي، بدي اشوي لقطين. قد وقت اللقطين بالفرن؟ يعني ما بدها اكثر من 20 دقيقه ماكسيموم. اذا اليوم حدا عم يحضرني بقول انه انا ما بحب اللقطين، فينا انه ما نحب اللقطين، بدي اقول انه انا هيدي وصفه بشتغلها هي ذاتها تينا مع البطاطا الحلوه، طيبه كثير. ما عندي بطاطا حلوه، البطاطا العاديه، ما عندي بطاطا في اشتغلها بباذنجان، يعني انا بشوي باذنجان خضره او بطاطا حلوه وبحشيهم بزيت الحشوه يلي نحن هلا عم نشتغلها، بس هي مع اللقطين كثير طيبه. يعني هيدي وصفه بدنا نعمل مزيج الخضره يلي على نار، بدي شيل اللقطين من الفرن، بدي غطي الخضره، بدي اكسر الطحينه مع شويه من بودره الثوم، بابريكا، شويه من الحامض والمي، وهيدي وصفه الصوص تبعها بتكون الطحينه. هلا لنرجع على اللقطين، وضعناهم بقلب الفرن. شو حبيت احشيهم؟ اليوم انا حبيت احشيهم كينوا، ما اليوم لانه السبت هيك عطيتكم اوف بالاستوديو ما عمالي ولا طلع ما في بصل ما في ثوم لا الي ولا لكم اليوم اوف، ولا بصل ولا ثوم. اليوم بدي لوح شويه من بطنجره، شويه من الزيت، بدي ضيف لهم الفطر الطازه او المعلب، بدي ارجع ضيف السبانخ على طول على نار، بدي طفي وصفتي بالمبيد الابيض. اليوم بتقولي لي انا ما عبالي اشتغل مبيد، بشتغلها بلا مبيد. بدي اشتغلهم كلهم على نار، على جنب بكون سلقت الكينوا. واذا قلتي لي انا اليوم ما عبالي اشتري كينوا، عم لاقيه غالي هالايامات، بستبدل بالبرغل. يعني انا هيدي وصفه وقفت اليوم بين او كينوا او برغل، كمان بتطلع طيبه. بدي ارجع اضيف لهم شويه كمان من البابريكا، شويه من بودره الثوم والجنجر، وبدي لوحهم على نار.
بحكي على وصفتي الثانية أو بلش أشتغل. خلينا نبلش بهيدي هيك توصل الفكرة. وصفتنا الثانية هي ما رح نحكي عنها بس نخبر المشاهدين، هي كيك اللقطين الحلو. مثل ما بنعرف انه فينا نشتغل اللقطين، انا بشتغل اوقات مع شوكولا، مثل ما فيه اشتغله فينا نشتغله مالح، مثل ما فينا نشتغله حلو. يعني كثير اوقات انا بعمل جاتو بوتيرون على شوكولا مع بيبيت دو شوكولا او هذا بيطلعوا كمان كثير طيبين. اليوم وصفتنا هي الحلو، لكن نحن هلا عم نشتغل الخلطة على نار يلي بدنا نمزج فيها جميع المكونات اللي عنا اياهم، بدنا نغطي اللقطينة وبدنا ناكلها مع الطحينة. يعني هيدي وصفة بسيطة بس اليوم بدي اقول انه الطحينة مع اللقطينة كثير طيب حلو فينا، يعني بكون طلعنا شوي من حيالله صوص صوص عادية نكهة مختلفة. اليوم حبيت اشتغل بالفطر المعلب او الطازة، واليوم كمان بدي اقول انه انا ما عندي فطر، بقى عندي بالبيت 2 كوسة، نرجع نقول ما تبقى 2 كوسة، 2 باذنجان، فليفلة، جزر، حيلا نوع من الخضرة. بعمل مزيج، بلوحه على نار مع الزيت. بتعرفي فينا نحط كمان، بما انه اليوم جبنا زبدة، فينا هيك نحط نكزة زبدة، بتعرفي الزبدة كثير بيلبق على الشامبينيون. نشتغلها هيك اليوم بطعمة مميزة، مثل ما بنعرف انه الزبدة كثير طيب انه نلوح الفطر بالزبدة. ايه لانه الفطر ما كثير له طعمه، سو بما انه الزيت طعمة الزبدة طيبة، بما انه الزبدة صارت كثير غالية هالايامات، سو خلينا نشتغل بزيت وزبدة او زبدة لحاله. لكن عم نلوح الفطر على نار او حيلا نوع من الخضرة، يعني كوسا، باذنجان، جزر، فليفلة، شو ما عندي فيه اشتغلون على طول على نار. بدي ارجع ضف لهم شويه من السبانخ الاخضر. اليوم عم بحكي على بيبي ابينار وما عندي ابينار، بيبي ابينار في استبدل بالكزبره يلي كمان بتطلع طيبه مع كثير، يعني في لوح فطر وكزبره مع شويه من زيت الزيتون والزبده. هيك قد ما منكتر زيت وزبده قد ما اطيب. في بصل استطعمي بالطعمه هيك اكثر. برجع بذكر انه انا اليوم حبيت اشتغل بالكينوا، خلينا هيك نضوي شوي على الكينوا. اول شيء بدي اقول انه الكينوا بنلاقيه بالسوبر ماركت، صرنا قايلينه مليون و100 مره، واكيد بنلاقيه، بتعرفي في مده درجه كثير الكينوا، لانه بنعرف انه الاكل كمان موضه تينا، يعني اوقات بيدرج الكينوا موضة مثل ما بنعرف. جديد كان. صح. بقى كان جديد. اليوم عم بحكي على كينوا بجيبه ما بغسله. ما بغسله أبداً. شو بعمل؟ بطنجرة على نار بفلفله بزيت طريقة الرز تينا. بشتغله بزيت طريقة الرز. يعني بطنجرة على نار بحط كل كباية من الكينوا، بدها كباية ونص من المي. بحط ملعقة من الزيت، رشة من الملح. اول ما تغلي المي بضيف الكينوا، هلا اوقات بنضيف كبايه وثلاث ارباع يعني، واليوم بدي اقول اكيد في الاعداد من العديد من الكينوا، في الالوان من الكينوا. بدي اسلقه بعدين بدي كفي وصفتي. سو هون نحن سلقينه سلقته قبل بوقت. اليوم حبيت اشتغل بالكينوا الاحمر، وبرجع بذكر وبقول انه انا اليوم ما عبالي اشتري كينوا، في استبدل بالبرغل، يعني انا هيدي وصفه بعملها بالبرغل كمان طيبة كتير. لكن فطر أو سبانخ أو روكا تنهينا أو كزبرة على طول على نار. بدنا نوضع شوية من البقدونس، أنا كتير بحب البقدونس بالطبخ. اليوم أكيد عم بحكي على بقدونس مفروم. هلا بنخبر شوي المشاهدين على سلطه هيك طيبه كثير، هي البروكولي مع الكينوا.
انا بسميها تبوله الكينوا مع البندوره يلي هي من اطيب الوصفات. بس تنشهل هون لما نضيعهم. فهون صار في الفطر والبقدونس. صار في عنا فطر، بقدونس، وسبانخ. اليوم عم بحكي على سبانخ اخضر. بدي اضيف شوي، اليوم حبيت اشتغل بالبندوره المجففه او بندوره كرزه، تقولي لي ما عندي وفيها هون عليك اكثر. وقول البندوره يلي عندي اياها بالبراد مفرمه صغير، راس من البندوره الحمراء يلي بدي اقطعها لمكعبات ويلي بدي اضيفها على وصفتي. على طول على نار بدي طفي وصفتي بالمبيد. فيي ما طفي، ما بحب استخدم المبيد اكيد، بشتغلها بلا مبيد. خلينا نحط الملح، نرجع نطفي بالمبيد. رشة من الملح، بدنا نرجع نحط رشة من بهار الأبيض. رشة من بودرة الثوم، بما أنه أنا اليوم حبيت أعفيكم من ريحة الثوم. ورشة من الحبيكة. على طول على نار بدي طفي وصفتي بالمبيض. لاحظتي تينا اليوم ما عملنا صوص لانه الصوص هي الطحينه اللي هلا بدنا نشتغلها. على طول على نار بدي طفي وصفتي بالمبيد الابيض، يعني اليوم عم بحكي على نص كبايه من المبيد. اكيد مثل ما كل مره بنقول كمان انه وقت نحط مبيد كثير مهم انه نترك وصفتنا على نار ليتخمر الالكول يلي بقلب المبيد. ليتبخر. ليتبخر. شو قلت انا؟ هو ديجا مخمر. مخمر، ليتبخر. شو بضل عندي؟ بضل عندي وصفتي اتركها لمده 5 دقائق على نار، بدي امزج فيها، بدي ضيف لها الكينوا المسلوق او البرغل المسلوق، يعني حيلا شيء نحن بنحبه. وكمان بدي اقول تقولي لي اليوم ما بدي كينوا ما بدي برغل، في يقف بس على خضره، مزيج الخضره لحالها، يعني هلا بضيف الكوسه والباذنجان والبطاطا، بعملها اوقات مع بطاطا مع فليفله تطلع كثير طيبه، بوقف هون بلا كينوا، بس لتكون هيك كونسيستنت اكثر وبتشبع اكثر، ضفت لها شويه من البرغل او الكينوا، حتى هيدي وصفه انا بشتغلها اوقات مع الكسكس كمان تطلع طيبه كثير، بنمزجهم هون، يعني حيلا شيء بده يكون سالقين وان كان برغل او كينوا بدنا نسلقه، بدنا نضيفه على وصفتنا يلي على طول على نار، بدنا نطلع اللقطين يلي شويناه بقلب الفرن، بدنا نغطي وصفتنا وبدي اختم بالطحينه يلي بدي لوحها مع او بدي امزجها مع المي والعصير الحامض اكيد، وما بدي انسى بودره الثوم، ملح، بهار وبابريكا. سو من بعد ما نحط الطحينه بنقدمها؟ بنقدمها. من بعد ما نحط الطحينه تينا بناكلها. اوكي. فكره. هيدي الكينوا؟ هيدي الكينوا. حتى في اعملها بالعدس. هكتفي هون. يلي ما بحب الطحينه فينا نضيف شوية من دبس الرمان هون تعطي نكهة شوي، في يضيف شوية من الكريم فريش إذا عندي بالبيت كمان تطلع طيبة، في يضيف شوية من رب البندورة ساعتها بكون ما عملت لها صلصه. وبدي اقول كمان انه انا اليوم اذا ما بحب الطحينه في استبدل وصفتي باللبن، يعني انا هيدي وصفه اوقات بعملها بكسر اللبن مع بودره الثوم والبابريكا شويه من عصير الحامض وبكلها معها كمان تطلع طيبه كثير. حلو. دقيقتين بدنا نطفي، قد ايه بعد عنا وقت؟ شو صار وقتنا؟ قد ايه؟ بعد في شيء 15 مينتس. اوكي تنشوف بدهم بعد دقيقتين. بعد بدهم ننطر عليهم. ننطر عليهم، ما عليه. دقيقة رح نطفي نتركهم على جنب. هيدي هي وصفتنا.
اول وصفه بس بعد ما خلصت، شو رايك نختم نختم اول وصفه لما نضيعهم لما نضيع بدك نخلط الطحينه؟ نخلط الطحينه بنختم فيها هيك بتكون حاضره. صح، نسينا نجيب جات للطحينه. فالطحينه على نفس طريقه التراتور؟ صح. اوكي. لكن هيدي ال الخلطة خلينا نتركها على جنب، خلينا نردها لهون. شو بضل عنا؟ بضل عنا خلطة الطحينة. هيدي وصفة هيك طيبة وسهلة. لكن مثل ما كل مره بنقول بدنا نحط الطحينه نضيف لهم عصير حامض شويه من المي، وانا اليوم برجع بقول على طول بقول انه انا حتى اذا بعمل فته بالبيت شو ما بعمل مع الطحينه بنصح كل المشاهدين انه يحطوا لها شويه من بودره الثوم لانه طعمتها بتصير اطيب بكثير يعني وبتتغير. بقى اليوم انا رح اعمل زيت الشي. حطينا طحينه، رح ناخذ وقفه وراجعين. لكن طلعوا اللقطين من الفرن. طلعنا اللقطين من الفرن، حمينا كثير الفرن يوم لنخلص بسرعه شوي. هلا شو بدنا نعمل؟ عندنا وقت نعبيهم ونرجع على الجاتو. يا ما شو بنعمل تينا؟ بنعبيهم. طيب يلا، عم بيقولوا عبيهم، خلينا نعبيهم. بهالوقت خلينا هيك قبل ما عبي ضوي وارجع اخبر المشاهدين انه انا اليوم وصفتي بدي اكلها مع الطحينه، يعني انا كسرت الحامض والمي مع الطحينه، حطيت شويه من الملح بهار الابيض، ما بدي انسى بودره الثوم والبابريكا. هلا بدنا نعبي مزيج الخضره مع الكينوا يلي اشتغلني على نار. صحيح. ايه هيدي على الاي سي. ما فينا نقول على ريحة البصل. لا اليوم ما في بصل، أنا سبت بعطيكم أوف. شو ما تقولوا إجي الدلال جابت البصل والثوم. حلوة الخلطة. فيها يعني هالأخضر مع الكينوا الأحمر حلوين. هلا فينا نتفنن فيها قد ما بدنا بس بهالأيامات صراحة أنا عم جرب قد ما فيي نخفف، يعني هيدي وصفة إذا حطينا لها سمسم طيبة كثير. بس حنجرب ناكلها بلا سمسم. مش ضروري. مش ضروري، في قصص خلص فينا نستغني عنها. يا كاتيا عم نجرب نستغني قد ما فينا. لا والخلطة غنية دجا هيك. الخلطة غنية وخلطة بتشبع، ما بدنا أكثر منهم، يعني أكيد. أنا هيدي وصفة أوقات بحط لها جوز، بحط لها زبيب، بحط لها تين. هلا مش ضروري يعني. أوبشن. إيه هلا الأوبشن ما بقى كثير موجودين. لأن صار كل شيء غالي. وبرجع بقول انه انا اليوم اشتغلت بالفطر، بس اذا عندي حيلا نوع من الخضره يلي عندي اياها بالبيت بعمل مزيج وبقدمها. فهون لما ناكل يعني هيدي بنقدمها لشخص واحد او بنسكب منها لانه بدنا ناخذ من اللقطين كمان مش هيك؟ ايه ليكي هلا اذا ما عم نمشي بالبيت غير هيدي بفتكر بدها شخص ايه واحد لانه قطعتها صغيره. هيدي قطعتها صغيره واليوم بدي اقول انه بنلاقي كذا حجم من اللقطين، حتى منلاقيها أصغر من هول بشوي. بس إنه لنشبع ونستطعم هلا قبل ما نقدمها فينا نحط عليها الطحينة. فينا نعبيها قد ما بدنا، فينا نعمل كمان اذا بدنا فينا نعمل لقطين كبيره، وساعتها اذا عملنا لقطين كبيره ساعتها بنقطعها، يعني وقت نحطها على السفره مش ضروري تلمين لحاله. أوكي. فينا نقطعها دي ترانش ونقدمها. هلا حنترك نتركها للتيستينج، حنتركها على التيستينج بدل عنا نحط عليها طحينه وناكلها. خليني هيك ارجع شوي على الجاتو. يلا اليوم برجع بذكر وبقول انه اليوم نهار اللقطين،
جبنا لقطينة اشتغلنا فيهم، بقى عنا شوي شو عملت؟ قشرتهم قطعتهم لمكعبات صغيرة. شو هي وصفتي؟ اليوم عم بحكي على جاتو على لقطين، ومثل ما سبق وحكيت انه اللقطين كان نشتغل فيه مالح وحلو، في كثير بيفتكروا انه لقطين يعني بس مالح لان احنا معودين على الشوربة، لا بدي اقول انه بنعمل كوكيز على لقطين، بنعمل العديد من الوصفات على لقطين الحلوة. اليوم الكيك تبعنا هو كيك حلو، من شو معمول؟ كيك كثير بسيط، معمول من 3 بيض كاملين، كباية من السكر، نص كباية من زيت النباتي أو زيت الزيتون، نص كباية من حليب السائل. بس بشو بتتميز وصفتي؟ بتتميز باللقطين يلي بدي أعملهم كراميليزي على نار، يعني بمقلية بدي أضيف ملعقة من الزبدة، شوية من السكر والعسل، يعني هيدا الكيك فيه بقلبه عسل، بدي لوحهم على نار، لأن مثل ما بنعرف إنه اللقطين كثير مهم وقتها بدنا نحطها بقلب جاتو أو حلا شيء، إنه نكون شوي مستوية ما تكون كثير نية قاسية لتستوي شوي تنرجع نضيفها على الجاتو. بدي أختم الكيك بكبيتين من الطحين بملعقتين من البيكنج باودر، يعني هيدي وصفة بسيطة كل ست بيت بتعملها، بس تتميز بالقريشة يلي بدي ضيفها على وصفتي واللقطين. هأترك البيض والسكر على جنب، حبلش لوح اللقطين. هون عم نحكي كمية كبيتين لقطين، خلينا نقول كبيتين يعني بتعرفي يعطي هيك نكهة طيبة لوصفتنا. هبلش اليوم بالعكس، انا ححط اللقطين، هكب عليهم الزبده، رشه من فبالكيك السكر. رح يضلهم مكعبات هن، رح يضلهم ايه بس هلا بيقشطوا شوي. لكن حطينا لقطين ني مقشر مقطع، ضفت له شويه من السكر، رجعت ضفت زبدة، في حد زبدة قد ما بدي، يعني ملعقة، ملعقة ونص، ملعقتين، يعني حنقوي قلبنا شوي على الزبدة اليوم. نرجع منصفيهم، شوية من العسل، ما عندي عسل ما بحط عسل، لكن بدي اعملهم كراميليزي شوي على نار، وبدي ارجع اضيفهم على وصفتي قبل ما اختم بالطحين. هذا عسل ان كان شوي بالبراد، شوي جامد. لكن عم نلوح اللقطين مع شوية من السكر مع الزبدة يلي هلا رح تذوب، بالإضافة لشوية من العسل. أما هون في عندي 3 بيض كاملين، حطيت لهم أكيد رشة من الفاني، عم بحكي على كباية من السكر. هلا في كثير عالم ما بحبوا تينا الجاتو كثير حلو، يعني فينا نخفف بدل ما نحط كبايه. هلا عامة في كثير وقت يعملوا كيك بحطوا كبايه ونص، بس بما انه اليوم انا بحط شخصيا كبايه، يعني بتعرفي بعدين بدي اقول انه بتعرفي اوقات الماركت السكر اللي بتشتريها بتختلف. ايه؟ يعني اوقات بتكون حلوه مثل الملح زيت الشيء، اوقات تشتري ماركه بتكون حلوه وماركه ما بتكون حلوه. اليوم بدنا هيك نكون عادلين، حنحط كباية من السكر. ليه؟ لأنه بقلب اللقطين ضفنا شوية من السكر وشوية من العسل، مزجناهم كلهم سوا. منبلش بالكيك، قد ايه عنا وقت يا تينا؟ عنا وقت شو 7 دقايق؟ 7 دقايق يعني اشتغل. يعني شو؟ اشتغل. فينا نضيف شوية من الروم يطلع كمان طيب. فالكيك هو طحين، بيض، حليب. حليب هو كيك عادي بده بيكنج باودر أو بيكنج سودا؟ أكيد كل كيك بده بيكنج باودر. لا
لكن خلينا نبلش بالكيك. اليوم عم بحكي على 3 بيض كاملين، ضفت لهم رشه من الفاني، كبايه من السكر، واليوم في استخدم السكر الابيض الاسمر البودره، هيلا سكر عندي بالبيت. هون في عنا هيك عم تشم العسل. فاني بيلبق كمان معه هون. فاني. فاني ايه، جوز دو فاني. عم تحكي عن جوز دو فاني. جوز دو فاني، إذا في جوز دو فاني. ايه هلا جوز دو فاني كثير غالية. صعبة. خلينا بالسكر والزبدة. كباية أو نص كباية من السكر. زيت، عم بحكي على نص كباية من زيت نباتي أو زيت زيتون، مثل ما سبق وحكينا إنه أنا كثير بعمل أوقات وصفات مع زيت زيتون. لكن بيض، سكر، زيت، حليب، ما بدي انسى القريشة، ما عندي قريشة، في استخدم كريم تشيز، بس هي القريشة كثير طيبة معه. دقيقتين رح طفي هون. بدي ارجع اضيف حليب سائل، وبدي اقول لك انه هيدا كيك في اعمله مع لبن، يعني في استبدل الحليب بنص كباية من اللبن. وفينا حليب قليل الدسم، من الاسئله اللي بتجيني كثير. لكن بيض، سكر، حليب، زيت، قريشه، قريشه مع ورق عنب. القريشه رح ندخلها بالكيك؟ بالكيك. حنطفي هون. قريشة بالكيك كثير طيبة، القريشة مع الكيك رح احطها كلها. القريشة بتعطيها هيك، ما بتعطي نكهة بس بتعطي الملمس، صح، بصير طري أكثر يمكن. يمكن حنحطهم كلهم لأنه حرام نتركهم. شو بضل عنا؟ بضل عنا نضيف مزيج اللقطين اللي قليناه شوي على نار مع شوي من العسل والسكر، ما بدي انسى الزبده، وبدي اختم بكبيتين طحين مع بيكنج باودر. بدي حمي الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وبدي ادخل وصفتي لمده 35 ل 40. واليوم برجع بقول كمان، في كثير بيقولوا لي حطينا 35 حطينا 40 والكيك بعد بده، بدي اقول انه كل فرن بيختلف عن الثاني. اكيد. يعني ماكسيموم 45 دقيقه، ما بده اكثر من هيك اذا فرن ماشي كثير منيح. ايه انه ما يكون محترق من برا وجوا بعضه نايم. لا هلا فينا نحطهم اطيب، اذا حطينا نحطهم كلهم، شو رايك؟ مع الصوص ياخذهم كلهم. ياخذهم هيك بنحس بطعمة العسل مع الكراميل. طلع عندي اختم، أنا ما بقى عندنا ملعقة، خلصناهم كلهم. أختم بالطحين مع البيكنج باودر. هذا كيك سهل وسريع، وبدي أقول كمان إنه في أطحن اللقطين، يعني في أشوي اللقطين، عندي شوية لقطين مشوي بالبيت،
ما بالي اعملهم مثل ما اشتغلتهم انا مع زبده وهيك، في كذا طريقه للكيك، في اشويهم بقلب الفرن، في اطحنهم، في اضيفهم على وصفتي أمينة، في اسلقهم بس كمان عم بيعبوا مي. ايه هو شوي افضل يمكن. افضل لانه بيعبي مي وطعمته بتطلع اطيب. صح. ما بدي انسى الطحين والبيكنج باودر. برجع بذكر انه في اطحنهم مثل ما في اشتغلهم بالطريقه اللي انا اشتغلتها اليوم، يعني اعملهم شويه هيك لوحهم على نار وضيفهم مع الصوص. هلا اذا ضفتهم مع الصوص بتكون كمان اطيب. هذا هو الكيك. حلو. اذا عبالي يكون لونه على لون اللقطين يعني شوي ملون اكثر، في اكيد اطحنه ساعتها اللون تبعه بيتغير. اوكي. سو هلا بس بانه ندخله على الفرن. اي هلا نحن ما حندخله على الفرن، هلا بعد شوي حندخله، بدنا نعتبر انه دخلناه على الفرن. رح نرجع بعد البريك ونشوف الكيك ونشوف الوصفه الثانيه. الكيك قد ايه قلنا بده بالوقت؟ يعني بده اياك هيدا بالفرن؟ لا مثل كل كيك بده بحدود ال 40 ل 45 دقيقة ماكسيموم. اوكي اكثر. ايه بده اكثر، بدي حمل الفرن كثير مهم، يحمل الفرن على ال 200، ارجع شيله خففه شوي ودخله على الفرن. برجع بقول انه كل فرن بيتميز عن الثاني، بس انه مثل كل كيك بده اونت 35 مينوت ل 45 مينوت، اوت بياخذوا 50 حسب الكبر، حسب الصغر، حسب الهيك، بس انه مش اكثر من 45 دقيقة مفروض. اكيد عم بحكي اليوم على فرن حامي، مش بحط الكيك وبعدين بتذكر انه نحن وصفتنا جاهزين، سو رح نشوفهم بعد البريك. يس. سو طلعوا وصفتنا. كنت عم تحضري كاتيا؟ كثير حبيت شكل الفطيرون على الهواء هيك على الطاوله. حلوه. اي اي هيدي وصفه هيك. هلا بدنا ننقي لقطينه هيك يعني كمان. اي ميني لقطينه. اي ميني لقطينه. ملعقتين. ما بعرف. حشوه. فيك حتى تشيلي شويه من البطاطا يعني بسكين شويه من البطاطا. شو بحط لك كاتيا؟ انا رح اخذ هيك كلها سوا، رح ذوق منها شوي. شو رايك احسن من شرشر من هونيك لهون؟ توقع يعني هيك تكون كثير طيبه جوا مشويه. شفتي؟ كل شيء مع الطحينه طيبه. بتعرفي انا نحن وقت نقول فته نعمل فته لبن، بس انا ما بقى عم بعمل فته مع لبن، عم بعمل فته مع طحينه عم تطلع كثير 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 طيبه. بس طحينه عم لا مش طحينه، بعمل زيت الوصفه بس بستبدل اللبن بالطحينه. بالطحينه عم تطلع كثير طيبه. اوريدي عملناها كثير اوريجينال. حبيتيها كاتيا؟ كثير طيبه. طيبه هيك وسهله و كثير طيبه الخلطه. والطحينه طيبه كثير، انا شخصيا كثير بحب الطحينه. حط لكم الكيك. هيدا سكري. سكري، عملكم ذوقوا. أكيد. هيدا شو في بقلبه؟ هيدا اليوم كاتيا نهار اللقطين. الأصفر كمان لقطين. كله لقطين. لقطين بس سكري. شوي عن جنب. هي هيدا كيك سكري، اليوم عم نحكي على كيك سكري، بس كمان في أعمله صالي، يعني أنا وقفت اليوم بين أعمله جبنة وأعمله مالح أو أحط له قريشة وأعمله حلو، ضفت له شوية من العسل والسكر. انت حطيتي عسل ابيض اليوم بس مش ضروري. هي ضروري العسل. لا على ثقبت انا عندي بالبيت عسل ابيض بس حيلا نوع من العسل يعني. شو طيب سي بون كثير طيب. سيلي شقفه صغيره من هون تدوق. غير لك صحن؟ لا لا هيك لقمه بالايد. لقمه بالايد. فينا نحط له بهارات اذا بدنا. فينا نحط له بالبقلو. فينا نحط له قرفه كمان بيطلع طيب. جوزة الطيب. جوزة الطيب. هيك شطوي بصير. هلا نحن لانه بنص نص بعد ما صرنا الشتاء وعم بيخلص الصيف اشتغلناه بالهيدا بس كمان نعمله مع بهارات بيطلع طيب كمان طيب وخفيف.
طيب وخفيف. ثانك يو دلال، افكار حلوه. زعلتكم لقطتين مش عارفين شو بدكم تعملوا فيهم، صار عندكم كذا روسيت بين امبارح واليوم. رح ناخذ بريك ومكملين معي كاتيا. ايه رح نكمل نحن، يعطيكم الف عافيه، كثير طيبين. تحتين كاتيا. رح نكمل نحن ام تي في لايف مع سانتي. نحن يعني معجوقين كثير بكورونا هالايام بالنسبه لموضوع الصحه، بس في كثير مواضيع ثانيه ضروري نكون عم نحكي عنها. اليوم نحكي عن الكهرباء بالراس بسانتي، خليكم معنا.